بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين حضورنا الكريم، أسعد الله صباحكم وأوقاتكم بكل خير. نحييكم مجددا هنا في انطلاقة يومنا الثالث أسبوعنا السابع لسنة الإذاعة. نتمنى إن شاء الله دائما التوفيق والناموس لهذه الشعارات المتواجدة حقيقة منذ الصباح البوكر للمشاركة للمتابعة في كل هذه الانطلاقات. 4 كيلومترات مسافتنا، 18 شوطا تنطلق فيه هذه الشعارات، تتنافس هذه الشعارات، تتنافس هذه الأسامي الكبيرة لكسب ناموس مركز متقدم هنا في هذا الميدان، ميدان الطي. وكما تعلمون دائما بأن هذه الانطلاقات تأتي بالتوجيهات السامية من مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وتوجيهات أخي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبتوجيهات سامية من المقام السامي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والدعم دائما من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي حفظه الله ورعاه. شكرا حقيقة لأصحاب السمو الشيوخ على هذا الاهتمام الجميل في هذه الرياضة العربية الأصيلة، في هذا التراث الذي أوصى به المغفور له الشيخ زايد بن سلطان الهيان طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته. وهني حكومتي وشعبي في يوم العيد الاتحاد، يوم عيد دولة الإمارات العربية المتحدة. أدام عزك يا دولة الإمارات دائما بالأمن والأمان. شكرا لنادي دبي، شكرا نادي دبي على هذا الاهتمام، على هذا الدعم لهذا الميدان ولجميع الميادين التابعة لنادي دبي لسباقات الهجرة العربية الأصيلة. شكرا لجميع اللجان حقيقة التي دائما تعمل بجد واجتهاد ليظهر هذا الميدان بالصورة الجميلة، تنظيما متابعا مشاركا حقيقة أينما تتواجد. حقيقة هذه اللجان لها جزيل الشكر والامتنان. شوط الإبكار الذي أعلن الانطلاق، شوط الإبكار الذي انطلق تقريبا منذ لحظات. يا سلام الإبكار المحليات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ، من يرغب من أبناء القبائل فالباب مفتوح. المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مضمر متابع كل ما يجري في هذه العزمة، مضمر الزود عبد الله بن المر بن سعيد بن حلوة الاجتبي النقلة على المركز الثاني اللي في المركز الثاني الجاذبية ولا اليذابة لشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن عبد الله بالدبيلي يقدمها هنا على المركز الأول. بينما المركز الثالث اللي في المركز الثالث هجن البشاير، هجن البشاير التي سيطرت تألقت يوم الأمس طلقات سن اللقاية أيضا بنفس هذا الشوط عبد الله بن طويرش بن محمد الوهيبي الذي أبدع في إبروفة سن اللقاية. بينما المركز الخامس اللي في المركز الرابع أيها الأخوة هناك تأتينا زعفرانة سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي النقلة على مياسة 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 هجن البشاير عبد الله بن طويرش الوهيبي. بينما اللي في المركز السادس أيضا من تأتي في هذه اللحظات الجميلة، هذه اللحظات اللي هي الوهيب سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وخالد بن المر بن حلوة الاجتبي النقل على المركز السابع سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مضمر الحذرة أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي ثامن المراكز. هناك من تصل في هذه اللحظات بن ضبيان ليسموه الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم سعيد بن عبيد الحميري المركز التاسع الشاهنية هجن ند الشبع سالم سعيد في التضمير المركز العاشر من الجانب الثاني. هناك اللي هي الزود ولا بقول اللي هي تحمل رقم كم 23 نعم ليسموه الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد مكتوم محمد بن سعيد بن حلوة اللي ضمر مياسة. وين الزود يا جماعة؟ أين الزود؟ أين الزود؟ أين التي سوف تتألق ما شاء الله بهذا الانفراد؟ حيها السير يا ابن حلوة، حيها السير يا ابو حميد سقلة دارك. بسم الله تبارك الرحمن
تبارك الرحمن على هذا الأداء اللي تقدمه الزود اللي تنفرد به الزود. ولكن دير بالك يا بن حلوة، دير بالك يا ابو حميد، وصلت اليذابة، وصلت ايضا هنا اللي هي الحذرة ولا زعفرانة. الاسامي بدأت تقترب من الحدث، الاسامي بدأت تقترب من الموقع أيها الإخوة. ولكنها اليذابة التي أعلنت الحرب مبكرا، للشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم، محمد بن عبد الله بن تبيلة، الذي تألق مع انطلاقات سن اللقاية زعفران ثالثا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم هناك في عملية التضمير. أيضا أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي نقلتنا مع ياسة هجن البشاير، عبد الله بن طويرش الوهيبي. الزود هل سوف تبقى واليذابة لها رأي آخر؟ اليذابة مستمعينا حضورنا الكريم غيرت على الصدارة، غيرت على المركز الأول للشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد. شكرا للمبدع، شكرا لابن الخوانيج، شكرا لابن الطي، سلام. محمد بن عبد الله بن دبيل المركز الثاني، سمو الشيخ حمدان بن راشد مكتوم، عبد الله بن مر بن حلوة الاشتبي المركز الثالث، سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، احمد بن سلطان بن رشيد السويدي المركز الرابع، حجن البشاير عبد الله بن طويرش الوهيبي المركز الخامس الوهيب، سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، خالد بن المر بن حلوة الاجتبي. 6 دقائق التوقيت، 4 ثواني 15 جزء من الثانية. شكرا يا بنت بيلة، شكرا يا ابو عبد الله على اداء اليذابة وثبوته حتى هذه اللحظات الجميلة هنا على ارضية هذا الميدان. والتهاني دائما موصولة للداعم الرئيسي لهذا الشعار الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوب.